سعيدة جدا تواجدي هنايا بمدينة بروكسل مع الجالية المغربية اللي حقيقة وصراحة اكتشفت فيها سيدات من اللواتي نفتخر بهن، سيدات اللي برهنوا على أن المغربية أينما حلت واحتلت تتكون ما شاء الله لا لوم ولا اهتمام. معايا اليوم الكاتبة فدوى هرنافي، كاتبة اللي عبرت على تجربة ديالها خدتها وتجارب أخرى من خلال كتاب اسمه صرخة جسد، كتاب يحكي عن تجارب كثيرة جدا. للا فدوى أهلا بك. الله يحفظك، بارك الله فيك. كلمينا على صرخة جسد، هو أي نوع من الكتابة، هو شعر أو ماذا؟ هي عبارة عن خواطر تحاكي كل ما يتعلق بفدوى هرنافي، وتطرقت إلى مواضيع ثانية، يعني كل ما نعيشه وكل ما يعيشه المجتمع بصفة عامة، وتتقاسمين مع القراء كل تجربة عشتيها، واللي أكيد عاشوها بزاف الناس بحالك. أكيد طبعا. يعني هذه الكتابة كلها نبعة من المعاش ديالك. هي سيدي فيكي، يعني نقدر أنا عشتها وكاين ناس أخرين عاشوها، وكاين قضايا أخرى اللي يمكن ما كتعلقش بيها ولكن كتعلق بالمجتمع. واخا، وشكون اللي يقراها صرخة جسد؟ شكون اللي خاصو يقرا صرخة جسد؟ أنا كنظن على حسب الكتابة ديالي يمكن النساء أكثر، لأن تقريبا المواضيع اللي تطرقت لها هي مواضيع اجتماعية كتعلق بالمرأة، وكاين مواضيع سياسية اللي كتعلق كل ما يجري في المجتمع. من هي مواضيع آنية هادشي اللي سيوقف العالم هاد الساعة، هاد المواضيع جميلة بطريقة جميلة جدا، وبقلم صراحة قلم رفيع جدا لكاتبة جميلة جدا وحساسة جدا، واللي عاشت تجارب بغات تقتسمها من الكرم ديالها مع كل القراء. سعيدة من هذا المنبر أدعوك فدوى هرنافي لبلاتو صباحية الدوزان قريبا، باش يتعرفوا عليك جمهور المغربي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن إن شاء الله. مرحبا بك في صباحية الدوزان، وإليكم صرخة جسد.